بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة من برنامج الحدث، حيث تحتفي السلطنة اليوم 26 من أكتوبر بيوم الشباب العماني الذي جاء تخصيصه بمباركة سامية من أجل حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، تأكيدا للاهتمام البالغ الذي يولي جلالته منذ فجر النهضة المباركة بالشباب، وتقديرا وتكريما لدورهم باعتبارهم الفئة المعول عليها في التطور والتنمية الشاملة والأمل الواعد للوطن في حاضره ومستقبله. وفي حلقة اليوم إن شاء الله راح نستضيف مجموعة من الأسماء التي لمعت في من الشباب العماني في المجال الرياضي، منهم من تم تكريمه اليوم، وكذلك منهم من كرم في السنوات السابقة، والبقية دورهم آت إذا ما واصلوا العطاء. إن شاء الله اليوم راح يكون معنا مجموعة من الشباب، كما ذكرنا مجموعة من الضيوف الذي سنتحدث عنهم وستحدث معهم عن يوم الشباب العماني وماذا يمثل لهم هذا اليوم والإبداع الذي قدموا في كل في مجاله وكل في مجال رياضته. طبعا دائما عندما نتحدث عن الشباب العماني نتحدث عن مجموعة من الشباب الملهمين لهؤلاء الشباب والذين قدموا الكثير للرياضة العمانية، وبالتأكيد الملهم الأكبر للرياضة العمانية حاليا هو الكابتن علي الحبسي. اللي يسعدنا دائما نبدأ حلقة اليوم مع الغائب الحاضر الأمين علي الحبسي، وهو أحد مكرمين في يوم الشباب العماني من الرياضيين، كيف لا والحبسي بعمله الدؤوب أصبح قدوة للشباب. نذهب وإياكم مشاهدين الكرام إلى هذا التقرير عن من هم الشباب العماني الأمين علي الحبسي. إلى جميع شباب بلدنا عمان من فتيان وفتيات، سواء كانوا حضورا أو كانوا بين أهلهم وذويهم في مختلف مدننا وقرانا، أولئك أو أولئك الذين هم خارج السلطنة في العمل أو الدراسة، قائلين لهم جميعا ربما شهد الكثير منكم سنوات الكفاح والنضال المستمر، والكل منكم أيها الشباب تدركون مدى التضحيات الجسيمة والجهود المخلصة التي قدمها شعبنا الأبي خدمة لخير ومصلحة هذا البلد العزيز. مع الأيام الأولى للنهضة المباركة وضع جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الخطط الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتطويرهم، فكانت التعليمات من لدن صاحب الجلالة تتركز على ضرورة رعاية وصقل مواهب شباب عمان، وها نحن وفي كل عام نقطف ثمار هذه الرعاية في يوم خصص لتكريم المبدعين الشباب في مختلف المجالات ومنها الرياضي، فقد امتاز أبطالنا فضلا عن موهبتهم بحسن أخلاقهم ومثابرتهم وتفوقهم على أنفسهم في مقارعة نظرائهم على المستوى العربي والقاري والدولي. الحديث يطول عن مراحل تقدم وتطور الشباب العماني والذي جاء بفضل الأوامر السامية، لذلك نترك للغة الأرقام أن تقول كلمتها. عام 1972 أصدر جلالته قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة، وفي عام 91 صدر المرسوم السلطاني السامي بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية. أما في 83 خصصه جلالة السلطان ليكون عاما للشبيبة، وفي 93 خصصه جلالته ليكون عاما للشباب، وفي 2004 صدر المرسوم السلطاني السامي بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية
الرياضية، وتم منح 28 عضوا عدد أعضاء اللجنة الوطنية للشباب يمثلون قطاعات مختلفة في السلطنة. 1500 بعثة دراسية خارجية توفرها وزارة التعليم العالي، 7000 بعثة دراسية داخلية، 1000 بعثة خارجية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية التي يحتاج إليها السوق، 70 مليون ريال عماني رأس مال صندوق الرفد الذي أمر جلالته بإنشائه، 186 عدد المنشآت الرياضية الحكومية في السلطنة حتى نهاية 2016، 43 ناديا رياضيا وثمانية مراكز رياضية، 13 برنامجا شبابيا اعتمدتها اللجنة الوطنية للشباب ضمن خطتها العام للفترة الثانية 2015-2016. إن تابعنا وياكم هذا التقرير عن يوم الشباب بشكل عام، وكذلك المراسيم التي جاءت لتنظير يوم الشباب العماني والاهتمام فيه والرعاية بهؤلاء الشباب. كما ذكرنا مشاهدين الكرام بأن الملهم الأول للشباب العماني حاليا هو الكابتن علي الحبسي، حارس منتخبنا الوطني خلال السنوات الماضية، وكذلك الحارس الذي تألق في الأجواء الأوروبية لمدة 15 عاما حتى الآن، وبالأمس لعب مباراة كبيرة أمام أرسنال في كأس إنجلترا وخسر فريقه، ولكن قدم مباراة كبيرة بطبيعة الحال كما عودنا دائما علي الحبسي. خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير، وبعد التقرير لنا اتصال هاتفي مع الأمين إن شاء الله. في يوم الشباب العماني نلقي الضوء على الجانب الآخر للمبدع علي الحبسي، الحارس الأمين للمنتخب الوطني وأحد صناع إنجازات الكرة العمانية. الحبسي مثال يدعو للفخر لكل شاب رياضي على المستوى العالمي، فخلال مسيرته الحافلة لم يحرم من خوض أي لقاء ولم يتلقى أي بطاقة حمراء. لم تأخذه الشهرة بعيدا ولم ينساق خلف الغرور، على العكس تماما، كلما ازدادت شهرته زاد تواضعه، وشعر أكثر وأكثر بضرورة رد الجميل لمن صنع من ابن المضيب بطلا يشار له في المحافل العالمية، فأول قائد عربي لفريق إنجليزي كان قبل أيام في مسقط، حيث أمضى إجازته على شواطئ القرم لا يستجم وإنما يقوم بمبادرة تنظيم الشاطئ برفقة مجموعة من الشباب. الحبسي تعلم من تجربته الاحترافية الكثير، فأقام أكاديمية للأطفال ينقل من خلالها ما يكتسبه من خبرات بشكل مباشر للجيل الجديد. وإن أردنا التحدث عن مبادرات ابن عمان البار لن ننتهي، وفي يوم الشباب نقول للأمين شكرا على الوفاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ومستمرين معكم في هذه الحلقة الخاصة الاحتفائية بيوم الشباب العماني. كما ذكرنا سابقا بأن لنا اتصال إن شاء الله مع الكابتن علي الحبسي من هناك من إنجلترا، ولكن دحين ظروف الرد من قبل الكابتن علي. طبعا بالأمس لعب مباراة كما ذكرنا مع الأرسنال أو ضد الأرسنال مع فريق ريدينغ، وكان قائد الفريق وكابتن الفريق في هذه المباراة، وبالتالي أول قائد عربي لفريق في الدوري الإنجليزي، وبالتالي هي مفخرة لهذا اللاعب. في حال توفر الاتصال مباشرة إن شاء الله راح ناخذ الاتصال بإذن الله. ننتقل وإياكم إلى ضيف آخر ومحور آخر، حيث أثبتت اللاعبة العمانية فاطمة النبهاني نجمة التنس الأولى في العالم العربي واللاعبة المحترفة الوحيدة من الخليج عبر مسيرتها اللامعة، أنه عندما يتحلى الإنسان بما يكفي من شغف وعزيمة فإنه قادر على تحقيق كل ما يصبو إليه. وكان على فاطمة أن تناضل من أجل التغلب على عدة تحديات اجتماعية واقتصادية،
وتخطت العثرات التي اعترضت طريقها لتصبح مثالا حقيقيا للعدد المتزايد من الفتيات الشابات في الشرق الأوسط اللواتي يشاركن في أعلى مستويات المنافسة الرياضية العالمية. ضيفتنا إن شاء الله نجمة الكرة الصفراء فاطمة نبهانية. أهلا وسهلا بك فاطمة. أهلين. حياك الله. الله يحييك. يوم الشباب العماني، وأنت دائما يعني نقول خير من مثل الشباب العماني في كل في مجاله. الله يخليك. الحمد لله. كلمة عامة تقوليها عن يوم الشباب العماني، إيش يمثلكم؟ أكيد طبعا يمثلنا كثير. يمثلنا كثير هذا اليوم، وأكيد طبعا بيعطينا حافز لجميع الشباب العماني. وطبعا الحمد لله يعني الشباب العماني مبدع في جميع المجالات، ونتمنى للجميع كل التوفيق بإذن الله. آمين. قبل أن ندم معك في الحديث المطول إن شاء الله، خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير عن فاطمة نبهانية، ولنعود إن شاء الله. شكلت فاطمة النبهانية نجمة التنس الأرضي حالة خاصة، فهي صاحبة المبادرة في الدخول في هذا النوع من الرياضة، وهي تعلم تماما حجم المنافسة الهائل في عالم كرة المضرب. النبهانية وضعت كل الاعتبارات جانبا، فلم تتذرع بأي عائق ولم تعلق إخفاقاتها على أسباب واهية، فكلما خسرت جولة عادت بشكل أقوى في التي تليها لتكسب حربها في رياضة صعبة جدا، فهي لعبة ذوق ومهارة وإحساس وفن. فكان سر نجاح ابنة عمان ذوقها وإحساسها ومهارتها لتصبح قدوة للراغبات في اقتحام المجال الرياضي، بل هي المشجعة والدافعة لهن باستمرار توسعة القاعدة وإخراج جيل قادر على مواصلة المسير نحو التألق. فهي من النماذج المشرفة للفتاة العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة. ونختم بالقول شكرا لك فاطمة. إذن تابعنا وياكم هذا التقرير عن فاطمة النبهانية، وحديثنا إن شاء الله راح يكون عن فاطمة من خلال هذه الفقرة. فاطمة، دائما الحديث عن الشابة العمانية ودخولها في جميع المجالات ما شاء الله، وخاصة الرياضية، شفنا الشابات خلاص دخل في مجال الرياضة وأبدعن مجال التنس ورياضة التنس، كيف دخول فاطمة النبهانية لهذا المجال؟ طبعا دخولي كان عن طريق العائلة، مثل ما الكل يعرف ان انا نشأت في عائلة تنس، والوالدة هي اللي مررتنا ودربتنا في هذه اللعبة. فبدأ المشوار من هناك، وطبعا يعني مستقبلا في كل مجال يكون في صعوبات، يكون في أشياء أنه ممكن توقفك عن اللعب وكذا، بس الحمد لله كان عندنا الإرادة وكان عندنا العزيمة، والحمد لله يعني أنه مثل ما يقولون يعني التنس يجري في الدم، يعني صعب أن أنت تخليه. فالحمد لله من بعد ما واجهتنا هذه الصعوبات كملنا وحققنا كثير من النتائج. جميل. على أي سنة كانت بدايتك طب؟ بدايتي أنا بديت ألعب تنس من وأنا عندي 4 سنوات، ولكن بديت إن أنا ألعب بطولات من وأنا عندي 9 سنوات. 9 سنوات. إيه نعم. يعني بداية مبكرة، وهي جداً أفضل فترة للرياضي. صحيح، لأن رياضة التنس شوي صعبة وتحتاج يعني إن أنت تكون لاعب محترف، لازم البداية تكون من الصغر. فاطمة، يمكن البعض يعني على بدايتك كان ما متقبل وجود مثلا عنصر نسائي في الرياضة بشكل عام، وليس نتكلم عن لعبة التنس. صحيح. كيف واجهت مثل الظروف؟ طبعا لكل شيء جديد راح يكون في صعوبات، يعني اي ردة فعل. فالبداية طبعا كان يعني انه شيء جديد انه في مرأة انها تلعب رياضة وكذا، بس الحمد لله انه النتائج هي اللي قدرت ان تغطي على هذه الاشياء. فالحمد لله النتائج كانت جدا جدا طيبة، وعسى يعني نكون يعني شرفنا الرياضة العمانية. جميل. يعني ما نتكلمت عن الإنجازات والأرقام، يمكن كان من أبرز إنجازاتك هي دورة الألعاب العربية اللي حصلت فيها على الذهبية، وأيضا ارتقائك إلى مستويات كبيرة في التصنيف العالمي. صحيح. في الناشئين طبعا كنت بطلة غرب آسيا، كنت الثانية على آسيا، وصلت إلى الترتيب 30 على العالم في الناشئين، لعبت البطولات الأربعة الكبرى، وطبعا ذهبية بطولة الألعاب العربية، وذهبية بطولة
الألعاب الإسلامية بعد. وبالتالي يعني الحمد لله. مشاركات كثيرة الحمد لله. يعني أكيد أنت دائما تحطي أمال كثيرة وطموحات كثيرة في هذه المشاركات، وين كانت الأميز والأقرب إلى قلبك من كل هذه المشاركات؟ والله شوف يعني صدقني إحنا لأننا نلعب بطولات كثير فكل إنجاز له طعم مختلف. صحيح. جميل. بنرجع للتقرير اللي تابعناه قبل شوي، شفناك تدربي مراحل سنيه او يعني شابين في صحيح. مقتبل العمر. اي نعم. هذه المرحله كيف اتخذتيها وهذه الخطوه اللي اتخذتيها لتدريبهم؟ ما هو والله انا حاليا يعني طبعا مالي بعيده عن التدريب بس هذا كان لما نكون نتمرن في المجمع طبعا يكونوا موجودين جميع الفرق يعني الناشئين تحت 12 تحت 14 فأحيانا طبعا نروح في الملعب معهم نعطيهم نصايح يتقبلوا منا نصايح أحيانا نلعب معهم فبس بس حاليا بعيدة عن التدريب ولكن في نية إن شاء الله مستقبلية لأن نعرف يعني أغلب اللاعبين ما شاء الله يكونوا أكاديميات أكيد مدارس أكيد لأنه طبعا رح يجي اليوم اللي إحنا يعني رح نوقف المباريات ونوقف إن إحنا نلعب بطولات فمثل ما قلت لك يعني أن التنس يجري في الدم فمستحيل صحيح. أن أنا يعني لما أوقف ما أسوي شيء يخص في التنس أي أكيد نريد أن نريد أن الناشئين هذولا يكملوا مسيرتنا ويكونوا حتى أحسن منا عشان ونعطيهم كل خبرتنا عشان يكونوا أحسن منا ويمثلوا البلد بأحسن صورة. جميل. على هذه الكلمة سمعتك في حوار مع في أحد الحوارات تقول أن فترة وجودك في مرحلة الناشئين وتدريبك كانت أصعب من الفترة الحالية اللي وجودين فيها الناشئين، كيف كان الاختلاف ما بين الناشئين حاليا والناشئين على فترتك أنت؟ على فترتي أنا طبعا لأنه يعني الاهتمام كان أقل بكثير من الحين، يعني ما كان عندنا الملاعب، ما كان عندنا المدربين، ما كان عندنا يعني مثل ما قلت لك يعني أول لاعبة تطلع وتلعب وكذا فكانت صعوبات أكثر بس الحين في أشياء كثير متاحة لهم يعني وفرص أكبر وفي بطولات أكثر الأول البطولات كانت جدا قليلة وحتى أعتقد تحتاج إلى مسافات للسفر صحيح هو حاليا نفس الشيء أنه أصعب بس لفئة الناشئين أسهل لأنه في بطولات للناشئين محلية في بطولات خليجية في بطولات عربية أما في الوقت اللي أنا كنت ألعب به البطولات كانت جدا قليلة وزائد أنه ما في حد أقدر أتمرن معاه يعني ما في حد في نفس مستواي أو في نفس سني أن أنا أقدر أتمرن معاه أو أني ألعب مباراة ودية معاه أما الحين ما شاء الله في فرق بس كيف تغلبت على هذه المرحلة خاصة أن مرحلة تأسيس بالنسبة لي صحيح طبعا الله يخليها الوالدة يعني هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة وهي اللي تعبت كثير معانا في التمرين وفي الصغر طبعا يعني اللي ساعدني شوية أنه عندي أخين طبعا أكبر مني خالد ومحمد كانوا يلعبوا في نفس الوقت فكنت ألعب معهم كنت أكتسب الخبرة منهم لما كانوا يسافروا يلعبوا بطولات كنت دائما أسافر معهم فيمكن اكتسبت الخبرة صحيح. من أني أشوفهم يلعبوا والسفر معهم وكذا زائد أني رحت طبعا بعض المعسكرات الخارجية في أوروبا في أمريكا فهذا الشيء طبعا ساعدني كنت أنا أريد أسألك عن مدى تأثير العائلة على فاطمة الإبهانية نعرف أن عائلة رياضية يمكن هذا الأمر ساعدك بشكل كثير أنك صحيح. تكون في الساحة مطولة صحيح تأثير العائلة هو يعني هو اللي وصلني لهذا المستوى لو العائلة ما كان يعني من دون دعمها أو من دون يعني دعمها الرياضي وكل شيء أنا ما كنت حققت يمكن 5% من اللي أنا حققته فطبعا وما راح أقول دعم العائلة بس هو دعم الوالدة يعني الوالدة هي العائلة ما شاء الله أعطيها إن شاء الله الصحة والعافية آمين جميعا إن شاء الله ودائما تكون كذا بادرة طيبة منها وأيضا حتى الكلمة توجه لكل الرياضيات اللي حابة تدخل في هذا المجال دعم العائلة هو الأهم صحيح. ودائما يكون الأقرب صحيح. إلى اللاعب نفسه صحيح. يعني دائما نسمع فاطمة مشاركة خارجية ما بين دولة إلى أخرى صحيح. بالتالي لكن فاطمة أيضا في مرحلة دراسة كانت فدائما السؤال يتبادر للمتابعين فاطمة كيف وفقت ما بين مرحلتين ترى هذا هو يمكن السبب اللي الكثير يعني ما عندنا لاعبين كثير أو لأنه يكون عندنا منتخبات ناشئين صغار بس أول لما يوصلوا لمرحلة الثانوية العامة أو كذا يقولوا لك الأهل لا خلاص الدراسة أهم أما إحنا يعني الحمد لله الوالدة خلتنا نمسك العصاية من النص
احنا كملنا في التنس وفي نفس الوقت كملنا الدراسة. يعني إذا أنت تريد توصل لهدف أو أنت تريد توصل لحلم، ما في شيء ممكن أن يوقفك أو يخليك يعني أن أنت تتخلى عن هذا الحلم. صحيح. فالحمد لله أن احنا كملنا الدراسة، درست في جامعات من أمريكا وخلصت ثانوية عامة عن طريق الأونلاين distance education. فالحمد لله يعني أنا ألعب تنس وفي نفس الوقت عندي شهادة. ويعني المثال الأكبر هو أخوي خالد، ما شاء الله عليه كان بطل خليج، يعني بطل خليج، بطل عرب، وكان يلعب ولاعب ديفيس كاب في المنتخب العماني، والحين ما شاء الله عليه مخلص دكتوراه ما شاء الله. فيعني انه الدراسة ابدا ما يعني ما سبب ان انا ان ان انا اوقف لحلم او لهدف يكون عندي. جميل. وهذه تجربة حية للمشاهد او حتى للرياض المقبل حاليا في مرحلة الناشئين، انه بامكانه يوفق، ولكن هي أكيد. مسألة يعني تعاون من المحيط. صحيح. دائما المحيط المساعد. كيف صحيح. ايضا تكلمنا احنا عن العائلة، ولكن ايضا الاتحاد العماني لكره التنس ايضا له دور، ايضا وزاره الشؤون الرياضيه. صحيح. الادوار اللي تكاملت كلها لاخراج بطله باسم فاطمه. صحيح. كيف كان دورهم بشكل كبير؟ والله اكيد طبعا دعمهم بعد هو يعني شيء مهم. فالاتحاد العماني طبعا يعني في البدايات يعني ما قصر معي، وزارة الشؤون الرياضية لين الحين طبعا مشكورين على دعمهم. بس في نفس الوقت ترى رياضة التنس رياضة صعبة كثير يعني، وتتكلف الكثير، فهم يدعموا بس نريد دعم أكثر، ما بس حق التنس، للرياضة بشكل عام في عمان. جميل. يمكن هذا كان تصريح لك قبل أسبوعين في أحد الصحف تكلمت فيه عن اتحاد التنس. في النهاية احنا حديثنا يعني بشكل عام عن الرياضة، ولكن في النهاية انت كرياضية ممارسة للعبة وعايشة اللعبة سنوات طويلة، اعتقد يعني تجربتك وخبرتك ممكن صحيح. انها تؤخذ بعين صحيح. الاعتبار. وهذا طبعا يعني هذه النية مستقبلا ان احنا نعطي الجيل القادم كل خبرتنا عشان يحققوا احسن منا باذن الله. جميل. اسئله كذا على السريع، تصنيف العالم الحالي لفاطمة؟ تصنيف العالمي حاليا على ما اظن في بدايه، والله ما شيكت لان كنت العب في بطوله في نيجيريا، فالحمد لله حققت نتائج طيبه، فالمفروض ان الترتيب يكون يرتفع. اي الحمد لله. فاعتقد المفروض يكون في بدايه ال 400. والهدف ان شاء الله للصعود ان شاء الله. طبعا نعرف ان ال 250 دائما هم يكونون صحيح، بس للاسف ان هالسنه يعني النتائج كانت شويه متراجعه، ما سويت زين مثل السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت لي نتائج كثير كبيره، هالسنه شويه النتائج اقل. اي بس ان شاء الله في الاشهر القادمه نقدر نحسن من التمرين، من النتائج ان شاء الله، من النتائج ومن الترتيب باذن الله. باذن الله. البطوله القادمه ان شاء الله لفاطمه، البطوله القادمه ان شاء الله مسافرين يوم السبت الى المغرب. راح نجلس هناك شهر باذن الله. عندنا اربع بطولات، ثلاث بطولات دوليه، وراح اخر بطوله راح تكون البطوله العربيه للسيدات والرجال باذن الله. جميل. يعني في فرصه طيبه ان شاء الله لرفع المستوى والتصنيف العالمي باذن الله ان شاء الله. جميل. انا كنت اريد اسالك عن الرياضه التنس بشكل عام حاليا، الاسماء اللي برزت على الساحه العالميه، وايضا يمكن الخبر مزعج لكم كلاعبين تنس، اخصاء شربوفا والقضيه اللي كانت معاها في قضيه منشطات، كيف تابعت هذه الاخبار بشكل عام؟ والله التنس الحين ما شاء الله يعني في لاعبين كثير جدد في التصنيف، في تصنيف عالي. طبعا خبر شرابوفا يمكن زعج البعض، والحين شرابوفا متوقفه، أزارينكا نفس الشيء متوقفه بسبب الحمل، وفي بعض من اللاعبين مصابين متوقفين، فمعطين فرصه للاعبين الاصغر، اللاعبين الجدد انهم يكونوا في تصنيف اعلى. جميل. احنا ان شاء الله نتمنى التصنيف اعلى، وان شاء الله آمين نتائج إن شاء الله. طيبه ان شاء الله خلال الفتره المقبله، وكل التوفيق لك ان شاء الله فاطمه. امين للجميع باذن الله. احسن. شكرا. تسلم. اذا هذا كان حديثنا مع فاطمه نبهانيه، بطله التنس العمانيه والبطله على مستوى العرب والخليج. خلونا اياكم مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير، وبعد الفاصل لنا ضيوف اخرين، ابقوا بعد.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج الحدث وحلقتنا اليوم بشكل عام عن يوم الشباب العماني 23 أكتوبر الذي خصص من كل عام واحتفائية بهذا اليوم. طبعا الفقرة التالية جمعنا فيها بين الرياضتين، فقد جمعنا حداثة سباقات سيارات وأيضا مقارنة بعراقة البحار الشراعي. طبعا اليوم لنا ضيوف من كلتا الرياضتين للحديث عنهم، طبعا هي من الرياضتين يجمعهم السرعة والسباقات بشكل عام. حديثنا اليوم راح يكون مع المتسابق علي البلوشي المشهور بالعلوع، حياك الله علي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سعيد، حياك الله. طبعا علي شوي ثقيل علي، فأنا بمشيه العلوع خلاص على طول. تعودنا منك دائما أن تنادي بكلمة العلوع. عشان بعد المشاهدين الكرام أيضا عبد العزيز العبيداني البحار، حياك الله عبد العزيز. حياك الله، سهلا. أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا. طبعا يوم الشباب العماني اليوم ما راح نتحدث شوي عن البحار ولا عن السباقات بشكل عام، ولكن راح نتحدث عن يوم الشباب العماني. علي ظهرت خلال الفترة الماضية كأحد الشباب المتميزين في الرياضات وأيضا في سباقات السيارات، فأكيد لك كلمة في يوم الشباب العماني. والله الكلمة طبعا هي نشكر الله على اللي ما وصلنا فيه. نفس الشيء شكر لصاحب جلالة على التشجيع لفئة الشباب. وهي يعني بطولات على مستوى الوطني، بطولات على مستوى الخليج والشرق الأوسط، هذا شيء صعب يعني، وأنا فخور لأني وصلت لهذا المستوى. جميل. طبعا هو دائما ينحرق من الأسئلة الرسمية كثير. عبد العزيز كلمتك عن يوم الشباب العماني. والله يوم الشباب العماني يوم جدا مميز، أحسب أن هدية كبيرة قدمها لنا صاحب الجلالة سلطان قابوس حفظ الله ورعاه لكل الشباب العماني اللي يبهروا فيه بكل إنجازاته. يعني الواحد يقدر يوصل لهذا اليوم في حياته وفي مسيرته، يقدر يسترجع لماضيه لسنة على وراء إيش هو سوى وإيش اللي أنجزه للوطن الغالي هذا. صحيح. فإيش الإنجازات اللي هو وصل فيها؟ فالحمد لله رب العالمين، كل الفخر ونفتخر باللي سويناه إحنا شباب. يا سلام عليك يا عبد العزيز، بداية طيبة منك يعني في الحلقة، لكن البداية راح تكون مع علي. خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير عن سباقات سيارات الجمعية العمانية للسيارات اللي تنظم مجموعة من السباقات ومجموعة من الأنشطة خلال الفترة الماضية. هذا التقرير ومزيد من التفاصيل. يحسب للجمعية العمانية للسيارات خطواتها الكبيرة في استقطاب شباب من هواة السيارات وسباقات السرعة إلى الانضمام تحت مظلتها وتنظيم المسابقات التي توفر كافة شروط السلامة والأمان. وما كانت للجمعية أن تنجح لو إن فكرتها لم ترقي للمعنيين، فقد لوحظ انجراف الشباب خلف استعراضات السيارات بأجواء تخلو من توفير أدنى درجات الأمان، وحرصا على السلامة العامة لبنات المستقبل تم استقطابهم واحترام هوايتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم. هذه الخطوات أتت أكلها، فالهواة تحولوا لمحترفين، ففي سباقات السرعة برز النجم أحمد الحارثي، وفي سباقات الانزلاق سطع النجم علي البلوشي، وفي سباقات الكارتينج عبد الله الرواحي، والقائمة تطول. ففي كل موسم يبزغ نجم جديد، وفي كل محفل خارجي أصبح لنا تواجد ومنافس عنيد. هذا كان الصوت الممتع دائما لعلي البلوشي. قبل أن أنتقل لتقرير البحار أسألك عبد العزيز، قربت مثل هذه الرياضات، رياضات السيارات، كان لك فيها وقربت خط تجربة؟ لا ما خذت، ما حصل لي شرف بعد إني قربت تجربة السيارات هذه. جميل. لا خلاص معك علي إن شاء الله. يمكنك تجي معي و خلاص بنتعلم من عند الخبرة. عرض على الهواء الحين حاليا. ياخذ جولة معي في الجمعية. خلاص. فنصحك يعني مره واحده ويكفي. هذا مشكله علي، مشكله. خلونا وياكم مشاهدينا الكرام ايضا نتابع تقرير عن البحار الشراعي، ومن بعد هذا التقرير سنتحدث ان شاء الله مع ضيوفنا الكرام.
يعتبر البحار عبد العزيز العبيداني امتدادا لبحارة عمان عبر التاريخ، البحار الذين قطعوا المحيطات دون كلل أو ملل وأرسوا قواعد الإبحار المتبعة حتى اليوم. العبيداني شارك في أكثر من 20 سباقا عالميا نجح من خلالها مع فريقه عمان للإبحار، فلم ينتظروا أن تجري الرياح وفق ما تشتهي أشرعتهم، فعملوا بأسلوب جديد وتكتيك فريد في استغلال كل ما يمكن لدفع مركبهم للأمام ليبقوا في المقدمة. العبيداني وفريق عمان يكفي أنهم حافظوا على الإرث العماني والتاريخ المشرف في عالم الإبحار لنقدم لهم الشكر في يوم الشباب، فقد أضافوا على ذلك إنجازات كبيرة حصدوها من مشاركات عالمية تميزت بوجود فرق عريقة ومخضرمة في عالم الإبحار، أبقى تشريعة قواربنا في المقدمة تماما كما كانت في تاريخ عمان مع الإبحار، لنقول لهم اليوم شكرا بحارة عمان. إذن كان هذا التقرير عن البحار الشراعي وبحارة عمان اللي يقدموا دائما الكثير للرياضة العمانية ونتائج مبهرة في كل مشاركاتهم. علي ما قربت تقريبا مسألة البحار الشراعي؟ لا ما قربت أيام. خلاص تقارب متبادل إن شاء الله ما بينك وبين عبد العزيز، كل واحد يقرب رياضة ثانية. يلا هو يأخذني قولة وأنا أخذ قولة. خلاص إن شاء الله نشوف من راح يصبر على الرياضة الثانية إن شاء الله. حياكم الله. العلوع عبد معك، يعني حاليا بدأ اسمه يعني علي أو العلوع بين قوسين ينتشر ما بين الشباب، أصبح الكل يتابع أخبار العلوع، يحب يعرف القديم بالنسبة له. إيش مثل لك هذا؟ إيش مثل للعلوع أنه خلاص بدأ يتابع، بدأ يتخذ أيضا كمثال للشباب في هذه الرياضة؟ حقيقة أنا فخور بما وصلت فيه من يعني من تجميع الجمهور الكبير اللي صار عندي في التواصل الاجتماعي، نفس الشيء في الحياة اليومية، يعني شيء ما كنت أتوقعه. وأنا فرح كثير أني وصلت لهالمستوى وفخور، وأتمنى كل المتسابقين اللي معاي يوصلوا لهذا المستوى إن شاء الله. جميل، وأكيد لك يعني أسلوب معين لخطوات معينة في مسألة الوصول. طبعا المشاهد الكريم، علي ما وصل لهذه المرحلة بسهولة، أكيد كانت هناك مراحل صعبة لأن ما وصلت إلى هذه المرحلة. أكيد أي كل مجتهد نصيب، دائما الشخص لما يكون مجتهد يمشي بالطريق الصحيح أكيد لازم في النهاية يعني يوصل اللي هو باغنه. جميل. عبد العزيز أيضا البحار الشراعي، يعني ما شاء الله يمكن سمعنا في تقرير أكثر من 20 سباق تقريبا، بالنسبة لك مجال البحار الشراعي أصبح الحين عليه إقبال بشكل كثير، كيف عبد العزيز ورياضة البحار، كيف هي العلاقة بينكم؟ هي علاقة بحرية قديمة بترسخ فينا احنا كشعب عماني ما بيننا وما بين الساحل والبحر. فرياضة الإبحار هي كمشروع عمان للإبحار بدأ عندنا من 2008، وحبي للبحر هذا بدأ بعد ما كان عندي قدوة اللي هو يعتبر بالنسبة لي هو قدوتي في الإبحار الشراعي، محمد العبيداني، كان لي أخ هو ابتدى من مؤسسين الإبحار الشراعي في 2008. فلما شفت الإنجازات وشفت الأشياء اللي هو قاعد يسويها حبيت إني أخذ حذو على الخطة البحرية. فلما بديت في البحار الشراعي في 2012 شاركت في 5 سباقات للطواف العربي اللي هي السباقات الكلاسيكية الحين اللي صارت لها صدى قوي على شتى مسابقات العالم على مجال البحار الشراعي. شارك في 5 منها، فأفضل مركز اللي فيها كان السنة هذه بعد ما حققنا المركز الثاني كان بدعم، والشكر كان يتوجه أو حبه وجه الشكر هذا للموج مسقط بعد ما دعمنا بكل الإمكانيات اللي نقدر فيها إحنا والبحارة اللي معاي اللي في القارب إن حصلنا على المركز الثاني، وغيرها من الإنجازات الكبيرة اللي فيها أنجز سباق الطواف الفرنسي اللي هو كان في 2013 الطواف حول فرنسا. فهي لسه انجازات كثيره كالبحار الشراعي، والحمد لله فخورين جدا بالدعم اللي قدم لنا عمان للابحار وعمان والجماهير العمانيه والعائله. جميل عبد العزيز، يعني العلوع ما شاء الله الحين الجمعيه العمانيه للسيارات الله يعينهم على الانشطه الكثيره والفعاليات، كيف شفت دور الجمعيه العمانيه للسيارات في استقطاب الشباب العماني للمشاركه في رياضة درفت الكارتينج، مختلف الرياضات الموجودة في الجمعية؟ والله الجمعية العمانية للسيارات في هذا الموسم لها ضغط كبير راح يكون لها في سباقات الكارتينج درفت، يعني السباقات اللي هي رياضة محركات راح تكون ضغط كبير هذا السنة، وطبعا مستضيفين تقريبا جولتين من بطولات عالمية راح تكون معنا في السنة الجديدة اللي هي بعد شهر 1 تقريبا.
وطبعا مستضيفين بطولة القوية اللي هي كير بارك درفت على مستوى الشرق الأوسط، راح تكون هالمرة في عمان. يعني هذه البطولة هي اللي كانت تشهرني. طبعا بتكون فيها القناة العالمية اللي هي MBC Action تبث الحدث. فمثل ما قلنا على الجمهور اللي زادوا عندي أو صاروا من هذه القناة، هي القناة اللي شهرتني أنا أمام جميع الوطن العربي. جميل. والجمعية أيضا لها دور كبير، لها دور كبير في تنظيم هذه الرياضات الخطرة نوعا ما في بعد. مجال آمن ومجال دائما أكيد ضمن السلام المرورية. عبد العزيز، أيضا مشروع الإبحار الشراعي دائما يعني ما يعطي الإضافة الكبيرة للجمهور وللشباب اللي دائما حابين هذا الرياضة. نعرف أن إرث كبير للبحار العماني، ولكن أصبح يمارس ضمن أنظمة وضمن قوانين مشروطة على مستوى عالمي. بالتأكيد أخ سعيد، في رياضة الإبحار الشراعي صرنا حاليا نمشي على جدول معين اللي هو نستقطب الطلاب من المدارس. فعندنا 5 أيام في الأسبوع، كل يوم مدرسة يجينا لك الصباح نتدرب منهم، فنحاول نوجد على الموهبة. في بعض الطلاب يعني تحصل فيه موهبة الإبحار الشراعي من هو صغير. صحيح. هذا الطالب إحنا نأخذه عندنا نبدأ ننميه من هو صغير. النظرة المستقبلية لنا إن هذا الأطفال، هذا الشباب إن شاء الله إنهم يكبروا على الإبحار الشراعي، فمع التدريب ومع البطولات اللي إحنا نقدر نحاول ونسمح لهم إنهم يشاركوا فيها، إنه يوم الأيام إن شاء الله يكونوا يوصلوا إلى الأولمبياد، فنشوف علم السلطنة جابتنا ذهبية إن شاء الله في أولمبياد في المستقبل بإذن الله. وفي مجموعة من الأطفال ما شاء الله علاقتهم بالبحر كبيرة، يعني يمكن مع أهاليهم قربهم من البحر، وبالتالي هم محتاجين فقط إلى صقل هذه الموهبة ومارستها في قوانين وأنظمة محددة. بالتأكيد بالتأكيد أخي يوسف، في كثير معنا من الأطفال اللي هم اللي كانوا ساكنين على الساحل، ففي منهم من اللي بنفسهم كانوا يكلمونا وقالوا لنا ان احنا يعني كنا حصلنا هذا المكان كفرصه لنا كبيره. بالفعل. احنا كنا دائما نلعب على الشاطئ، يا كره قدم يا ان نسبح في البحر. فلما شفنا الابحار الشراعي شيء جديد. صحيح. يعني ما بعدنا عن البحر، بعدنا احنا كنا على البحر. فيستقلوا مواهبهم الشباب هذيلا في البحر، فان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للجميع ان شاء الله. جميل. وطبعا هذه احدى الخطوات في الانتقال من الهوايه للاحتراف. يمكن على انت انتقلت هذه المرحله من بعد يعني ممارسة كهواية لهذه اللعبة، أصبحت كاحتراف بالنسبة لك ووفق أيضا أنظمة وشروط محددة وحتى مشاركاتك الخارجية. أكيد. كيف شفت هذا النقل بالنسبة لك؟ هي والله كبداية نحن كنا نمارسها في مكان غير مخصص. ما كان عندنا مكان اللي هو احتضننا مثل ما فتحت الجمعية من 2013 ساحة الانقراف أو الدريفت، فكنا نتجمع نحن وأصحابنا اللي كنا في نطاقة نروح مكان بعيد عن السكنات، يعني كما تقول نفرغ هواياتنا. صحيح. في مكان يعني بعيد وآمن عن أن نأذي الناس أو نعمل مشاكل لنفسنا أو مسألة قانونية. فالحمد لله الحين صارت الجمعية فتحت من 2013 احتضنت هذه الهواية، وجميع الأصدقاء اللي كانوا معي تطوروا الحمد لله، صرنا أبطال نمثل عمان في بطولات على مستوى الشرق الأوسط. يعني تطورنا بشكل كبير، عمان تطورت بشكل كبير. يعني بدايتنا احنا من 2010 تقريبا. صحيح. في بطولات ريد بول كار بارك درفت، وبعدها بدينا عد بطولة عمان 2013 اول بطولة اللي اخذتها في المركز الاول انا. فمن بعدها تشجعت ان اول بطولة واخذتها المركز الاول بديت احاول اشارك برا، اشارك في الامارات، نشارك في الاردن، شاركنا في يعني كثير من البلدان العربية، ومنها عدني صرت أتأهل لبطولة الشرق الأوسط. يعني أنافس على مستوى إقليمي. صحيح. يعني شيء ما بسيط. بالفعل. فمنها تطورت على مستوى الشرق الأوسط، بطولة على مستوى الشرق الأوسط. الحين أتمنى أن أتطور على بطولات أوروبية عالمية. يعني الإنسان دائما يحب التطور، خطوة خطوة دائما. أكيد تصل أكيد تصل الأفضل. ولكن يمكن في سؤال علي، كم سيارة كنسلت بالنسبة لك قبل لا تدخل مجال الاحتراف؟ والله بأمانة كثيرة. ما لا هنا كسرا، لكن اما ان حوادث ما صار عندي ما الحمد لله. طبعا انا سالتك السؤال عشان دلل على مستوى الامن والسلام المتخذ بالنسبه لكم، هي الاول ومن ثم قياده السياره. عشان من ناحيه المحركات والناقل الحركه كثير حطمناها، يعني من كثر استعمال الخشن. وسالفه الديزل اللي كانت معك يلا في يلا نذكرها وقت ثاني. سؤال كثير. يعطيك العافيه عبد العزيز. ايضا بالنسبه لكم يعني
ما شاء الله الحين الشباب العماني في مجال البحار نتائج كبيره يحققها سواء كان على المشاركات الاوروبيه المشاركات المحليه، وبالتالي اصبح يتخذك كقدوه وحتى كمثال للنجاحات اللي حققها البحار الشراعي والبحار الموجودين فيه. كيف تشوف الاسماء الموجوده حاليا؟ الاسماء اللي موجوده لسه تطول، ابتداء بن ناصر المعشري موجود في الاكستريم 40، عندك علي البلوشي وعبد الرحمن المعشري في ديام اللي انجزوا الطواف الفرنسي في الفتره الماضيه، كانت منافساتهم جدا جدا قويه، يعني هذول الشباب يقارعوا ابطال العالم ومحترفين العالم في الرياضه هذه البحار الشراعي. صحيح. فاسم السلطنه واسم البحار العماني موجود في ضمن الاسامي الكبار، هذا بحد ذاته فخر. فانجازهم ومراكزهم من هذه المتقدمه هذه الهام كبير تعطي للشباب العماني. لكل واحد لما يفتح في يوم التلفزيون لما يفتح الجريدة ويشوف أنه في بطل عماني أنجز حاجة على مستوى العالم على بحارة عالميين، يعني هذا الشيء يعطي دافع. صحيح. يعطي يحس الواحد يحس بقشعريرة من الداخل أنه هذا أنجز فأنا أقدر أني أنجز. صحيح. هذه قدوة والمجال مفتوح للجميع. والمجال مفتوح للجميع. أنت أفضل حاضر للشباب في هذا المجال، مجال البحار الشراعي المجال مفتوح للجميع، وأي شخص حاب هذه الرياضة بإمكانه يلتحق فيكم. يلتحق وندربه وإن شاء الله يكون في يوم من الأيام واحد من الأبطال. ما راح ينافسك إن شاء الله. لا عادي مشكلة ينافسني. طبعا رياضة البحار الشراعي لها يعني رواج كبير في أوروبا. يمكن البعض يتساءل عن البحار الشراعي هنا في السلطنة محليا أن ما تلقى الاسم الكبير، أو حتى أنا يقول لك أنا ليش أروح هنا ما لها إقبال كبير على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الأوروبي صنعت لكم اسم عبد العزيز. كيف مشاركاتكم ورؤية الشباب أو رؤية الآخرين لكم كشباب عمان مشارك في هذه البطولات؟ أكيد، يعني في بداية الأمر لما بدأت مشاركاتنا الخارجية خارج السلطنة في السباقات هذه سطع عزم السلطنة بشكل كبير، فوصلنا لمرحلة لما نمشي في الأسواق فناس يسألنا أنتم من وين، فلما نقولهم عمان كانوا يعرفوا قارب الطيران العماني قارب مسندم. صحيح. يعرف أن هذا الشباب أيوة جاي من عمان. صحيح. صار في يعني في صدى يعني فالهدف المرجو من مشاركات هذه خارج السلطنة إلا صداها صار. صحيح. الحمد لله رب العالمين وصوتها صار يوصل للجميع، يعني بالفعل. على إيش عمان الأبحار أهدافها، وإحنا الحمد لله رب العالمين جالس ننجز هذه الأهداف وما مكتفين، في أهداف قادمة إن شاء الله بإذن الله راح نحققها كشباب. وهذا هو الأهم طبعاً. أنتم انتقلتوا حالياً، العام المشترك ما بينكم أن انتقلتوا حالياً من مرحلة يمكن علي مستمر بعد مرحلة ممارس اللعبة إلى مدرب لهذه اللعبة للفئة القادمة. علي أكيد لك دور يعني كبير في مسألة صقل المواهب القادمة في هذه الرياضة، وأيضا إعطائهم النصائح والإرشادات اللي تأهلهم وتقدمهم إلى الأمام دائما. أكيد أنا مع المتسابقين كثير قريب، أعطيهم من خبراتي. طبعا الخبرات لما تعطي للمتسابقين ترفع من مستواهم. لما يرتفع مستوى المتسابقين طبعا يرتفع مستواي انا، لان احصل حد ينافسني في الرياضه اللي انا بحبها او المكان اللي أتدرب فيه اللي هو هوايه الدريفت يعني، فما ابخل على اي سائق او اي متدرب. وهذا الدور المفترض انه يقوم فيه علي، وحتى اي لاعب يعني اصبح له اسمه وله مكانته. اكيد اكيد يعني. اللاعب اذا كان اللاعب اذا يحب انه يتطور لازم يطور اللي هم يعني تحته، مثلا المتدربين اللي معاه. صحيح. هم كما يتطوروا كل ما يحصل منافسين كل ما هو يتطور، اما اذا ظل هم على نفس المستوى بيظل هو على نفس المستوى ما يزيد. بالفعل. عبد العزيز، الانتقال من مرحله البحار الى مرحله المدرب، كيف هذا النقله وكيف الدور اللي تقدمه الى الشباب القادمين ان شاء الله في مجال البحار؟ في بادئ الامر النقله اللي كانت لي من البحار الشراعي من الفريق الوطني للبحار الشراعي الى مدرب في مدرسه الموج مسقط كانت نقله كبيره. فبداية الأمر كنا نواجه صعوبة بصراحة في نقل المعلومة، فتعرف أنت لما تكون أنت تملك المعلومة وتملك المعرفة فكيف تنقل هذا لشخص ناشئ الحين جاك توصيلها بالطريقة المطلوبة، فلازم تكون يعني لك طولة بال. صحيح. في الموضوع كله لازم تكون عندك طولة البال. فلازم مع الوقت شوي شوي تنقل هذه، فهذا الطلاب لما ننقل لهم وندربهم ففي سباقات، احنا سباقات تحديد المستوى بين فتره وفتره يشاركوا فيها. فالجدول اللي نمشي عندنا احنا في مدرسه عمان للابحار مثل ما خبرتك في بادئ الامر الصباح، احنا نستلم الطلاب، اخترنا الطلاب واللي شفنا فيهم الموهبه، من 15 طالب طلعوا ثلاثه، الثلاثه انتقلوا الى فريق
الناشئين. جميل. انتقلوا الى فريق الناشئين، هنا في مدرب ثاني في المدرسه عندنا يستلم هذا الطلاب، يكمل تدريبهم. لما يشوفوا منهم انشأوا وصاروا خلاص متمكنين على اللعبه، ينتقلوا الى المرحله اللي هي لفريق السباق. فريق السباق في مدرب ثالث يمتلك هذا، يحتوي هذا المجموعه، يصقل مهاراتهم، يطور منهم ويشاركهم في السباقات اللي هي تحديد المستوى. من خلال هذه السباقات تسمح لنا احنا نقدر نحصل احنا الشباب اللي هم ممكن هم يمثلوا السلطنه في المستقبل، وهم ايضا للمنتخب الوطني للناشئين ولل صحيح، ويقوموا بالدور اللي قمت فيه، وهم ايضا يكملوا جيل بعد جيل، ايضا بعد مرحله جيل. البحار مرحله المدرب فيما بعد. بالتاكيد. جميل هذا الحديث وهذا الحماس بالنسبه لكم عن رياضتكم، بس لا تنسى التحدي بينكم، كل واحد يقرب الرياضه الثانيه ونشوف من راح يتقلم مع هذه الرياضه بشكل اكبر. يلا بس لكم على تساعدني عاد ان شاء الله. ان شاء الله لا تحاسي. لا بتساعدوا ان شاء الله. نشكر لكم على وجودكم اليوم علي وعبد العزيز، وكل توفيق لكم ان شاء الله في رياضتكم، ايضا حتى في خدمه الشباب العمال القادم في رياضه الدريفت وايضا رياضه البحار الشراعي. يعطيك العافيه. شكرا لكم. اذا هذا حديثنا مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا في هذه الرياضتين. سننتقل واياكم ايضا الى ضيوف اخرين والعاب اخرى، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. ننتقل واياكم الى العاب اخرى وضيوف اخرين. ام الالعاب كانت حاضره في التكريم اليوم، حيث استحق البطل بركات الحارثي ونجمه مزون العلويه التكريم في يوم الشباب، ونظرا طبعا لبعد المسافه اعتذر عن الحضور في حلقه اليوم من برنامج الحدث، وبكل تاكيد العذر مقبول منهم، ولكن سنستضيف ضيوف اخرين متعلقين بهذه اللعبه وايضا لعبه اخرى العداء المتواجدة في ألعاب القوى وأيضا الإعلامية سميرة الحراسية. أهلا وسهلا بك سميرة. مساء الخير. طبعا بهذه المناسبة حابين نقول كل عام والشباب العماني بألف خير وعافية، وخاصة الرياضيين بشكل عام اللي حققوا الإنجازات. جميل، أهلا وسهلا فيك، وأيضا نرحب بالفارس رملة خليل زجالية. حياك الله رملة. أهلا حضرتك. كل عام والشباب العمانيين بألف خير. اهلا وسهلا. أهلا. حياك الله. اذا يوم الشباب العماني يمكن سميره مختلف عندك الوضع، من مذيعه الى ضيفه، ولكن خلاص انت راح تتاقلم مع الوضع بشكل عام. مختلف وايد. الكلمه اللي توجهها للشباب العماني اليوم، الشباب العماني 26 اكتوبر خصص لهم يوم خاص فيهم، ما شاء الله يعني حديثنا من التنس الى الدريفت الى البحار وصولا الى رياضتكم، ألعاب كثيرة مهتمين فيها كشباب عماني. صحيح، يعني مثل ما بديت كلامي نقول كل عام والشباب العماني بألف خير، خاصة في المجال الرياضي. أنا جدا سعيدة ككوني رياضية اليوم في 2016. إحنا الحمد لله في معظم الألعاب الرياضية لنا إنجازات مختلفة، خليجيا عربيا آسيويا وإلى العالمية، مجموعة من الإنجازات سواء صحيح. في الرياضة النسائية أو نفس الشيء أخواننا الشباب حققوا الإنجازات في الألعاب المختلفة.
والجميل ايضا ان احنا وصلنا 2016 نشوف ان في لجان رياضيه جديده. صحيح. اهتمام اقسام خاصه ايضا حتى في الاتحاد الرياضي النسائي. الرياضات ما كانت موجوده تطورت وموجوده الان وتنافس على المستوى الدولي. جميل. طبعا هذا بالنسبه للعدائين، ولكم ايضا لكم كفرسان اهتمام كثير بمساله الخياله وايضا السباقات بالنسبه للخيول. كيف تشوف الاهتمام رملة في هذا المجال؟ اهتمام واجد جيد والحمد لله. الحين بادين سباقات الأسبوع الماضي تقريبا أول سباق وبدأ الموسم إن شاء الله، وربي يوفق جميع الشباب. جميل. طبعا في معنى تقرير مشاهدين الكرام عن ألعاب القوى، خلونا نتابع وياكم هذا التقرير، وبعد التقرير سنكمل وياكم هذا الحديث إن شاء الله. تعد ألعاب القوى أم الألعاب الرياضية، ولشبابنا تاريخ كبير مع هذه المسابقات، وهذا ما توج اليوم بتكريم العداء بركات الحارثي وزميلته مازون العلوية. الحارثي الذي حمل قبل أيام ذهبية دورة الألعاب الشاطئية، وصلت رسائله للشباب بسرعة ذاتها التي انطلق بها من خط النهاية، فهو على الجانب الاجتماعي يعد الأنشط والأكثر تفاعلا، فعلى الرغم من انشغاله تراه مشاركا بكل حفل أو مبادرة. أم الألعاب لن تتوقف عن إنجاب أبطال على منصات التتويج طالما لقيت الرعاية والاهتمام. نجوم القوى في يوم الشباب ندعوكم للتوقف قليلا كي تسمعوا منا كلمة شكرا. إن شبابنا دائما مبدعون في جميع المجالات وفي جميع الرياضات، وهم هكذا دائما عودونا الاهتمام برياضتهم، الاهتمام بإبداعاتهم ومواهبهم للتألق على الساحة المحلية وكذلك الساحة الخارجية. سميرة، ألعاب القوى يمكن البعض يتساءل مجال مختلف شوي عن بعيد عن الرياضة النسوية، ولكن سميرة شقت طريقها وأخذت هذا المجال، وكان تحدي بالنسبة لك الدخول في هذا المجال؟ صحيح. بالبداية يعني تعقيبا اللي شفناه الحين، أنا جدا فخورة بالزميل بركات الحارثي اللي دائما يمثل السلطنة في المحافل الدولية ويعرف الناس أنه بالفعل أن إحنا العمانيين عندنا رياضيين أقوياء بإمكانهم يتنافسوا في هالمحافل الكبيرة. وأيضا الزميلة مازون العلوية، يعني مازون يمكن هي أنا بالنسبة لي تعتبر جديدة، اللي صار لي يمكن أقدم منها بكثير، ولكن ابتعادي عن البطولات خلال السنتين الماضي، ولكن مازون دخلت المنتخب بقوة والحمد لله. احنا سعيدين انها تمثلنا في المحافل الدولية وصولها اليوم للبرازيل ايضا، فحابة يعني اشكرهم في هذا اليوم، يستحقوا اكيد الشكر وايضا الاحتفال بانجازاتهم المختلفة. بالفعل يمكن رياضة ألعاب القوى شوي جت صوبي يعني غريبة شوي. بالضبط. يعني أنا بديت ألعاب القوى من أيام الدراسة، فيعني كذا مدرسة الرياضة اليوم عندنا بطولة مدرسية بنشارك فيها على مستوى السلطنة، جربنا حظنا. وأنا ما أفهم كنت أبدا في القوانين الرياضية في ألعاب القوى. الحمد لله في أول مشاركة لي حققت يعني المركز الأول على مستوى محافظة مسقط، من بعدها شاركنا بطولة على مستوى السلطنة وأيضا حققت على ذهبية، وتتالت المشاركات. استمرت سميرة ما شاء الله في تحقيق الإنجازات بشكل عام. رملة، يمكن بدايتك أيضا كانت مختلفة بالنسبة لك، ما كان لك الاهتمام كبير، ولكن يمكن متابعتك لهذه الرياضة هي كانت خير بادرة لك للدخول كفارسة لهذا المجال. هو صعب في البداية، كان واجد لي بالنسبة لي يعني، فعادي يعني بعدين تعودت ودخلت في أكثر من مجال يعني في الخيالة، في ركض العارضة وفي سباقات القدرة، ودخلت في فلات ريس نفس الحالة سباقات. فزت في 2011 بكأس صاحب الجلالة، هذا بالنسبة لي إنجاز كبير إنه أول سنة الشوط حل بنات، وطبعا فزت بكأس صاحب الجلالة. و2010 نفس الحالة جبت مركز الأول، وفي مراكز شاركت في دبي جبت الخامس تقريبا كذا، وما زلت مستمرة يعني. ما شاء الله، يعني الإنجازات كثيرة، ولكن يمكن هذا أبرز إنجاز بالنسبة لك هو الحصول على المركز الأول ومصافحة أيضا حضر صاحب الجلالة. نعم، هذا إنجاز. كيف كانت لحظتها يعني؟ بأمانة أنا أقول لك شعور ما ينوصف، وموقف يعني بالنسبة لي أنا إني أول مرة إني صاحب الجلالة كان
موقف واجد صعب بس شعور ما ينوصف. جميل. يعني حتى ذكروا في المجلات وفي الجرائد ان 2 يناير لم تنم فيها، وبالطبع ما نمت هذاك اليوم. ما شاء الله. مستمرين نحن والجماعه مسيره والربشه وهذا. ما كنت متوقع يعني. كان يوم لانه كان الحصان اصلا كان ما مرشح. يعني انه في الشوط وكنت واجد خايفه انه انا اول مره اركض مسافه 1600. ما شاء الله. يعني يوم ما دخلت سباقات يعني 1100 1000 ما دخلت 1600. بس هذا كان اول شوط اني ادخل 1600، حتى في بروفات ما دخلت يعني. يعني كان على طول على طول على السباق. على السباق. يمكن هذا التحدي بالنسبه لك ايضا هو اللي قادك للفوز. والحمد لله ان شاء الله في سباقات الجايه احتمال اني بشارك، بس لاني انتقلت في قسم ثاني الحين صاير اني غيرت مهارتي، طلعت من قسم السباق رحت مكان ثاني انه صرنا يعني ركضوا الخيول على السرعه وانا واقفه يعني. يعني اللي هو مجال الاستعراض تقريبا. استعراض مختلف. أيوة. وحتى القدره والتحمل اللي شاركت فيها نفس الحاله شاركت. حاجه شاقه يمكن بالنسبه لكم مختلف. ما انه حاجه وش اسمه هذا، بس في فرق يعني انه في مكان انت ترتاح له. انا ارتحت في القسم السباق واجد، والحين متردده اني يا اني ارجع السباق يا اني استمر في مكاني، بس لحد الحين ما اعرف. جميل. ان شاء الله اتمنى لك الاستمرار دائما ان شاء الله. سميره يمكن كانت هي ابرز انجازاتها، ايش كانت ابرز انجازات بالنسبه لك خلال الفتره الماضيه؟ والله هو الحمد لله حققت مجموعة من الإنجازات بتواجدي في منتخب ألعاب القوى على بطلة السلطنة، بطلة الخليج عربيا أيضا في التتابع، ولكن إذا بعدد لك البطولات يعني شاركنا بطولات كثيرة كثيرة كثيرة، بس الحمد لله يعني وضعنا بصمة يعني أقوى البصمات في الخليج. يعني أذكر كذا بطولة إحنا نروح فيها يسألوا عن بعض الأسماء، سميرة، شنونة، بثينة، بالفعل هذول اللاعبات موجودين، لما يسمعوا إن إحنا موجودين يصير في ربكة بين اللاعبات يعني الحمد لله. كأنكم ثلاثة برشلونة. بالضبط، نيمار وسواريز وميسي. آخر إنجاز كان لي بطولة الخليج، أذكر كان في البحرين، حققت فيه 3 ميداليات. إيش علاقتك بالبحرين؟ دائما أشوفك يعني مميزة في الأرقام والإنجازات اللي تكون في البحرين. والله ما أدري. يعني دائما سميرة تشارك في البحرين لها إنجازات. شوف، لأنه يمكن في البحرين يعني أغلبية صديقاتي والناس اللي أحبهم موجودين في البحرين، عندي مجموعة كبيرة من الزملاء الإعلاميين وأيضا اللاعبات يعني وبطولات كثيرة تقام في البحرين، وبالتالي يعني يمكن مجال ألفة ويكون مجال قريب لك. لا هو هذا جزء، وايضا الاعداد طبعا، انه يعني يمكن في بعض البطولات احنا نستعد لها قبل، وفي بعض البطولات نروح احنا ما جاهزين، بس الحمد لله يعني مثل ما ذكرت لك اخر بطوله كانت هناك لعبت اقوى 3 لعبات، لعبت 400 متر وانت تعرف 400 متر صحيح. تعتبر قاتله الرجال هذه جدا قويه لعبتها، واليوم اللي بعده 800 متر، واليوم اللي بعده كان الرجوع من جديد لمنتخب التتابع 4 في 400، وكان التركيز والضغط الكبير علي انا، لان اللاعبات البقيه ما عندهم مستوى الكبير في 400 متر او ما لاعبات 400 متر، فالحمد لله يعني كانت مسؤولية كبيرة وكنت قد المسؤولية وحققت في 3 ميداليات، رجعنا بميداليات ملونة كنا سعيدين فيها. جميل، وإن شاء الله ما تسألينا سؤال، لأن بعد السؤال خلاص ال 400 متر جاهزة الحقينا فيها يعني. رملة، الاهتمام بالجانب النسائي والرياضة النسائية في الفترة الأخيرة شفنا نشط بشكل كثير، كيف تابعتي هذا الاهتمام بشكل عام في كل الرياضات؟ بشكل عام بأمانة أني حسيت أن الاهتمام خذ راحتك. سميرة، كيف كان الاهتمام بشكل عام في الرياضة؟ يعني يمكن أنا تكلمت بهذا الموضوع بالبداية، يعني الحمد لله اهتمام بالرياضة النسائية غير عن السابق، بتواجد لجنة رياضة المرأة النسائية بوزارة الشؤون الرياضية نوجه لهم كل الشكر، واهتمامهم بالرياضة النسائية، وأيضا تواجد القسم النسائي في الاتحادات، واليوم احنا جدا سعيدين بهذه الخبر الجميل من اتحاد القدم، أيضا شغالين على تأسيس منتخب نسائي لكرة القدم اللي افتقدوا الأسرة الخليجية كثير، افتقدت رياضة كرة القدم النسائية، وقريبا إن شاء الله لهم بطولات ونتمنى لهم كل التوفيق مع هذا العودة من جديد. احنا وقتنا خلص في البرنامج، وشكر لكم على وجودكم إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق في رياضة أم الألعاب، ألعاب القوى، وأيضا في رياضة الفروسية، ونشوف نتائج مبهرة بالنسبة لكم، لكم شخصيا وأيضا حتى للسلطنة في مشاركاتهم الخارجية إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا، يعطيكم الف عافية. إذن بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث التي خصصناها ليوم الشباب العماني 26 أكتوبر.
سنلتقي إن شاء الله وإياكم يوم الغد في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.